الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. والحوار ولا بده يا مدير يا مسؤول، هادشي ماشي معقول 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 يا مدير يا مسؤول. بركة من التماطول. هم موظفة من الحي الجامعي، حنايا العيالات ديال الحي الجامعي كنستنكرو التعامل ديال المدير معنا اللي كينعتنا بالعاهرات وبالساقطات، وحنايا مجوجين بوليداتنا، وكنستنكرو حاجه اخرى لاخلاء هذا الصباح هذا ديال الاداره. مشاو الناس للاداره بغاو يشدوا الوراق، لقاوها ما فيها حتى شي حد. حنا بغينا نعرف، تنستنكرو هذا الاخلاء ديال الاداره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذه وقفه احتجاجيه داخلة في سلسلة الوقفات الاحتجاجية. سبق لنا خدنا مجموعة ديال الاحتجاج ديال الوقفات الاحتجاجية، طلق اعتصام مفتوح خداوه الناس المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. نحن خدنا أو نأخذ هذه الوقفة الاحتجاجية نحتج وننبذ السلوك والتصرف اللي كتنهجوا الإدارة مع الموظفين، ونستنكر أيضا نستنكر أن الموظفين التجأوا لواحد الأسلوب اللي هو غريب، وأصبحوا يستغلون هذه الوقفات للتملص من المسؤولية ديالهم ولمغادرة الإدارة. الآن الناس كيغادروا الإدارة بمحض إرادتهم، وهم كل واحد يتحمل مسؤوليته. حذاري ثم حذاري أن يلفقوا التهم للنقابة، وكأن النقابة تشكل خطرا عليهم. نحن لا نشكل أي خطر، ونحن ملتزمون بالحقوق ديالنا، ونشتغل ونقوم بالأنشطة ديالنا وفق ما يسمح به القانون. نحن لا نحرض أي أحد على 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 مغادرة مقر العمل ديالو، إلا الناس اللي كياخذوا الاعتصام والناس اللي كياخذوا هذه الصياغة النضالية راهم كيناضلوا، باغين سيد المدير يجلس معهم على طاولة الحوار، باغين يحلوا المشاكل ديالهم. عندهم حقوق، كيطالبوا بالحقوق ديالهم، لا أحد يمنعهم من 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 ممارسة نضالهم اللي كيسمح به الدستور. كنطالبوا بحتى شي حاجة. أدنى ملف مطلبي حطيناه لهذا السيد المدير، حطيناه ليه، قلنا ليه هاك خذ درسي حتى قبل ما ندخلوا عندك. شدوا دخلوا سد عليه وقال لك يا سيدي أنا رافض نتحاور معاكم. قال لك علاش؟ حيت انتم كنتوا معايا في المحكمه. ما هو محكمه؟ راه محكمه، والنقابه راه حق دستوري. عطي لينا الحق ديالنا، عطي لينا الدستور، من حقنا تبرك معنا على طاوله الحوار. احنا حاطين لك ملف مطلبي، ماشي حاطين لك شي حاجه كثيره. ملف مطلبي فيه خمسه مطالب اللي هي سهله وكناخذوها كل سنه، وهذه السنه ما خديناهاش. بالنسبه انا غادي نسير لواحد الكلمه اللي هي كنحمل فيها المسؤوليه للسيد المدير اللي سير ليها بعد. واش هاد العيالات هادو الله يخليك لهم دور لهم، هادو اللي ضاربين واحد 24 عام، هادو راه فيهم خواتاتنا، فيهم مناوات، فيهم الام ديالنا، فيها بزاف ديال الحوايج اللي كيشير لهم وكيقول لهم العاهرات. حاشا واش يكونوا هادو عاهرات؟ هادو شريفات، هاد العيالات هادو شريفات اللي عطاو الكثير لهاد المؤسسه هادي اللي هي 24 عام. هما راه المؤسسه تبارك الله راه هي مصفه من الاحياء، من احسن الاحياء الجامعيه في المغرب. وبالنسبه للسيد المدير كنحمل المسؤوليه على هذه الكلمه هذه، وكنحمل المسؤوليه للسلطات اللي ما نصفتناش. مراسله درناها للسيد العام الاقليم، مراسله للسيد الرئيس المكتب الوطني للاعمال الاجتماعيه، السيد وزير الداخليه، الوزير التعليم العالي. لحد الان ما كنشوفوا حنايا حتى شي واحد ما رد علينا على هذوك الرسائل اللي رسلناهم. كنشيروا ليها، كنطالبوا من السيد العامل باش يدخل ويحل المشكل ديال الحي الجامعي. ولحد الان حنا مازال باقي، وبالنسبه لينا حنايا كنطالبوا افتحاص، كنطالبوا افتحاص من المجلس الاعلى للحسابات باش غادي يجي، باش نطالبوا باش يجي يشوف صفقات المشبوهه هنا. وكنبغي نسير انا، كنبغي نشوف لهذا السيد هذا اللي تعدى عليه ودار لي انتقال تعسفي، دار لي انتقال تعسفي، صيفطوا هذا السيد هذا امي ما قاريش
في اخر سنه خلاه هو الاخر، خلاه هو الاخر في الكونجي، خلاه هو الاخر وعطاه شي وراق اللي قال لي سيناهم وسيناهم نيت وصيفطوا للرئاسه، والرئاسه دابا لحد الان الرئيس ديال الجامعه اشنو كيقول؟ كيقول لك هذا السيد ما عنديش انا، هذا السيد مازال باقي محسوب على الحي الجامعي. هو غادي نعطيه الكلمه وهو غادي الا قلت هذا الشيء اللي كاين اللي قال الاخ عزيز لينداوي اللي هو عضو في النقابه. هذا الشيء اللي قال صحيح، من اول الوقت اللي رسلني دار الصيغ الاميه ديالي صيفطني الرئاسه، الرئاسه راه سميتو الناس شهر ونص في شهر ونص في موريزكو، راس الكاتب العام ديال الرئاسه تيقول لك انت ما عنديش، انت راه باقي عند المدير. حقا صيفط هو هذا المدير تاع السوفات ديالو، صيفط لي الملف تما، ولكن الوقت اللي مشيت حكيت تيقول لي نصحك جيب الاراده ديالك، قلت له هذا الشيء دير لي الانتقال تاع السوفي، انا ما عمري دير شي طلب ولا شي حاجه، عمري طلبت انا الانتقال، نطلب انتقال نطلبه في مدينه اخرى ماشي في نفس المدينه. هادشي اللي كاين، ودابا انا بلاصتي ما كايناش في الرئاسه، وهاد المدير شي نافيني نافيا قاطعا، لا من ورقه الحضور حتى من الامتيازات ديالي حاروني منها. دابا ما عرفتش هو هذا الكاتب العام تيقول لك انت راه في الحي الجامعي، وهاد المدير تيقول لك انت ما كاينش، هذاك البيرسونيل تيقول لك انت ما كاينش عندنا. هادشي اللي كاين. والسلام عليكم وعشا المال. اللي غادي نبغي نشير ليها هذا الاخ هذا لحد الان بالنسبه للمدير عطى واحد لي بريم ديال رمضان، ماشي عطاه هذاك، حقنا هذاك، حقنا هذاك اللي كان عطاه شحال 500 درهم وقسى هذا السيد هذا، وهذا السيد هذا غير حنايا الموظفين اللي كندورو وكنجمعو باش كياخذ الدواء لحد الان. اللهم ان هذا لمنكر، حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الاداره الحي الجامعي بالجديده. منذ ما جاء هذا منذ ما جاء هذا المدير الحي الجامعي والموظفين كيعيشوا فواحد، ما عرفنا هذا السيد واش جا كيصلح ولا جا كيفسد، انا ما لحد الان ما فهمتش. ها هما الصفقات المشبوعه عباد الله، شو الحي راه تعاود شحال من خطره عباد الله، وناشدنا المجلس على الحسابات، ناشدنا المجلس على الحسابات، وتنشد واحد السبير الداخل، السبير الداخل اللي تخسرت عليه الملايير، وكان ديال الاعمال الاجتماعيه والثقافيه، وناض المدير حيدو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.